أنتقل إلى بعلبك مع وزير الصحة دكتور حمد حسن. مساء الخير دكتور حسن. مساء النور أستاذ جورج ومساء المشاهدين الكرام، ويعطيك ألف عافية. يعني ما في ماراثون في شيء من الإيجابية والتفاؤل في هذا البلد إلا ماراثون التلقيح يلي عم بتقوموا فيه، بينما كل الماراثونات الباقيين اللي لها علاقة بالدواء، بالبنزين، بالهموم المعيشية، بالدولار وارتفاعاته، بالماراثون السياسي إذا اعتذار ولا تكليف ولا تشكيل، كلها ماراثونات سلبية وسيئة. امبارح واليوم ماراثون فايزر بعتقد حقق أرقام جيدة، شو تقييمك بختام هذين اليومين؟ صح. نعم، حقيقة نحن خلينا نقول طموحنا وطمعنا بنجاح هذا الماراثون انه ينسحب على ملفات المتعلقة بالصحة ولو بجزء منها، لأنه حقيقة اللي تحقق هو شيء كثير عظيم. فينا نقول مش بس انه 46 ألف بين امبارحة واليوم اللي استهدفوا بالماراثون فوق 53 سنة، وكل أغلبية خليني أقول ذوي الاحتياجات الخاصة، في يقول أنه نحن أنقذنا 46 ألف روح، لأنه هاي الفئات المستهدفة المتقدمة بالعمر هي عرضة للخطر، وهي الفئات كمان اللي من ذوي الاحتياجات الخاصة كمان اللي من واجباتنا أنه نحن نحتضنهم ونحميهم، كمان نحن استهدفناهم. على أمل إن شاء الله أنه كل أسبوع اللي حكوا عندنا مفاجأة، ممكن تكون مفاجأة عمرية ننزل بالعمر، ممكن يكون من نوع آخر كمان للي سجلوا بالأول وقالوا نحن سجلنا بالأول، ممكن يعني اللجنة التنفيذية خلاقة عند أفكار خلاقة. كيف يعني اللي سجلوا؟ كيف يعني اللي سجلوا؟ بيظل وفرة. شو يعني اللي سجلوا بالأول وقالوا سجلوا؟ يعني مثلا اللي تسجلوا هي فكرة من الأفكار اللي مطروحة، أنه مثلا اللي تسجلوا ب 15 شباط أول ما أعلننا المنصة أو بعتقد ب 12 شباط 2021، تسجلوا وفئات عمرية 30 سنة و40 سنة واللي بدنا ننطر بالدور، فيمكن نعمل لهم مفاجأة ونستهدفهم، وهذا أمر جيد يعني لحتى نكون عم نشتغل شيء من الإنصاف والعدالة. يعني هون إشارة، وهذا شيء كمان حلو أنه كمان بفرجي أنه اللي بيتحمل مسؤولية، اللي الإنسان اللي بيتحمل مسؤولية واللي بهمه صحته وصحة اللي حواليه، أنه كمان نحن رح نلاقيه على منتصف الطريق ونعطيه الاهتمام الواجب. نعم، على كل حال هون إشارة إلى أنه الأفراد أو الأشخاص الأصغر سنا هن يلي عم بيكونوا الأكثر نشاطا وحركة، يعني إذا بتروح هلا على المقاهي أو على المطاعم أو على المسابح أو على الأماكن العامة، يعني بتشوف أنه الأصغر سنا هن يلي عم بيكونوا الأكثر حركة، يعني هن اللي عم بيروحوا وبيجوا. فهيدي شغلة مهمة أنه استهداف الأشخاص اللي أصغر سنا بماراثون تلقيح، لأنه هن اللي عم يختلطوا، هن الأكثر اختلاطا، وهن اللي ممكن أنه ينعدوا أو يعني بهالمرحلة هيدي. صح صح أستاذ جورج، بس فيي بس هون ملاحظتين سريعتين، أنه بالأول أنه صار عندنا نحن نسبة إصابات عالية بالشتاء بهذه الفئة العمرية النشطة، وبنفس الوقت أنه هون من المفترض أنه تكون مناعتهم منيحة وأقل عرضة للخطر في حال أنه أصيبوا. مش عم بقول أنه ما لازم نستهدفهم، ولكن فكرة من الأفكار اللي مطروحة اللي هلأ أنا قلتها، وهذا أمر جيد. ولكن الملاحظ كمان اليوم من ماراثون اليوم أنه كمان في غير اللبنانيين، عندنا تقريبا 92% من اللي تلقحوا كانوا لبنانيين، 3% من الفلسطينية، 2.3 من السوريين، و 2.45 من جنسيات مختلفة. هاي رسالة للبنك الدولي، للاتحاد الأوروبي، للمؤسسات الصحية العالمية، أنه نحن وقت وعدنا كل المقيمين أن نشمل كل المقيمين، كانوا دبلوماسيين، سياسيين، NGOs international وغيرهم، كلهم مشمولين مع كل المقيمين، وهذا أمر كمان يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار. رسالتنا واضحة إنسانية بامتياز. قبل ما انتقل لمواضيع أخرى لها علاقة بالمداهمات بموضوع الدواء، المستلزمات، المستشفيات، خليني أختم هذا الأمر بأنه ناخد منك مثل عنوان أو ربما خبر يعني يقين.
الأحد المقبل يعني الويك أند اللي جاي نحن على موعد إذن مع ماراثون جديد، يعني فينا نقول من هلأ أنه بعد 7 أيام في ماراثون جديد رح يعلن عنه؟ أكيد كل سبت وأحد إن شاء الله رح يكون، يمكن مش مثل هالأسبوع، السبت نستهدف شريحة والأحد شريحة أخرى، ولكن كل سبت وأحد رح يكون، كل ويك إند رح يكون عندنا ماراثون، لأنه نحن بهالماراثون حقيقة عم بيكون في، إذا بتاخذ 46,000 يعني نحن عندنا وسطيا ما يقارب 3500 باليوم، يعني عم بيكون عندنا تقريبا 15 يوم عمل انعملوا بيومين، وهذا أمر جيد جدا. إذا هون بدي بس وجه كمان تحية لكل الأطقم اللي اشتغلت، كل المتطوعين، كل الان جي اوز، القوى الأمنية مشكورة، القوى العسكرية مشكورة، القوى البلدية والشعبية. فعلا كان الماراثون مثل ما قلت انه رسم بسمة على وجه المواطنين بظل هالأزمات الكبيرة اللي عم نتخبط فيها. المرجح معالي الوزير انه الويك اند المقبل يكون للفئات العمرية الأصغر ويلي تسجلت بشباط حتى لو كان عمرهم 30 و35 واللي وشو ما كان يما كيف حتى ما استبق، لأنه نحن بنقعد اللجنة العلمية اللجنة الفنية بنقعد وبنشوف الأرقام اللي مسجلة، بنشوف قديش عندنا وفر بالستوك اللي عندنا، قديش بده يوصلنا، أي متى ناويين تقعدوا، أمتى رح تقعدوا؟ في الأسبوع 150-160 نحن عادة كل ثلاثة وأربعة، الأربعة عادة منطلع بيان بعد الظهر، بس أكيد رح نطمن المواطنين، رح ننزل للخمسين سنة أكيد، هالخمسين سنة يعني نحن 53 اليوم استهدفنا وما فوق، رح ننزل أكيد للخمسين سنة، بس هالخمسين سنة يمكن يخلصوا بيوم أو بيومين حسب قديش بيطلع عنا بالإحصاءات، وإذا عنا وفر إضافي رح نعمل فيهم مثل ما قلت شيء هيك مفاجأة خاصة لتسجلوا بأول ما أطلقنا وأعمارهم صغيرة، وهذا كمان بيكون أمر لطيف، وهيدا كله عم نحكي مش مهم العمر، مهم على تاريخ التسجيل، وهيدا كله عم نحكي فايزر، عم نحكي فايزر. وأنا بحب بس أقول كمان سيد جورج بسمح لي أنه اليوم بعض يعني أنا بقول سخافات للأسف أنه قال الوزارة عم بتسرع بالفايزر لأنه تاريخ انتهائه بشهر أيلول. هو أساساً 6 أشهر الدول عم تقتل حالة لتجيب لقاح فايزر، هو بده شهر كامل من بعد البرودكشن لينعمل فول تاستينج بس يخلص فحوصات 5 أشهر. طيب نحن اجونا الأسبوع الماضي، اليوم نحن عم نصرفهم، مشان هيك أنه خلي الناس اللي بيحبوا هيك يفرجوا انه هن موجودين، يلاقوا لهم شي افكار خلاقه، الا كل افكار عندهم سلبيه وتضليليه. من موضوع اللقاحات رح انتقل لموضوع المداهمات، عشنا اسبوع على وقع التهديد بتوقف علاج غسيل الكلى، بموضوع فقدان الادويه، بموضوع فقدان المستلزمات الطبيه، ثم صار في يوم من المداهمات. بالحصيل اليوم نحن وين؟ اليوم شو وبكرة شو بالنسبة لهذا الموضوع؟ صح. نعم. حقيقة سيد جورج الموضوع برمته هو مرتبط، وكل حدا بيتحمل من موقعه مسؤولية. يعني خليني أسمي الأشياء مباشرة بأسمائها. مصرف لبنان، وزارة الصحة، نقابة المستوردين، نقابة المصانع، نقابة المستلزمات، ونقابة الصيادلة، الصيادلة، الكل اليوم ما حدا بريء. ليه؟ لأنه وقتها نحن كان ماشي الأمور بسلاسة قبل ما يكون في عنا أزمة، كانت وزارة الصحة هي بتسهل التسجيل وعم تعمل قانون تسعير وعم تدرس تخفيض الأسعار، وما كان بوارد لأنه ما كان في عنا أي إشارة سلبية من مصرف لبنان. بس بهالوقت نحن عملنا خطط وسيناريوهات مختلفة، والمواطن بنفس الوقت أو الصيدلي وقت اللي عم بيسمع أنه يمكن ينشال الدعم أو في زعزعة بالنظام الصحي عم بيتهتف على الدواء، الصيدلي عم بيضب دواء، بعض الصيادلة حتى أقول الأشياء بأسمائها، بعض المستودعات
كثير من المستوردين والوكلاء دبوا ادويه على اساس انه طلع تعميم من المصرف، صار بدنا بري ابروفال، بعد البري ابروفال انه لا نحن انصرف مليار و200، ضعضعت السوق. نعم. وبالتالي يعني كان يعني وقع دكتور كثير دكتور هذا الشرح، هذا الشرح طبعا شكرا. يعني هذا الشرح طبعا بنعرفه، بس انا بدي اعرف هلا اليوم اذا حدا بكره بده يفوت على المستشفى يغسل عنده غسيل كلى شو بيعمل؟ اذا حدا مضطر ليعمل عمليه وبده مستلزمات طبيه براغي شو بيعمل؟ هون بلشنا صح. هون بدي اعرف صح. يعني دغري خلينا نفوت على الموضوع. اوكي مزبوط. نحن بلشنا كوزاره صحه عامه، اول شيء طلبنا وجهنا كتاب لحاكم المصرف ليفيدونا بالفواتير المدعومه لكل شركه بشركتها لحتى احصي شغلتين، المدعوم واللي والكميات المخزنه. لم احصل على شيء حتى الان. قمنا رحنا على خطه عكسيه، بعثنا فرقه من الوزاره بالتعاون مع مصرف لبنان، ونحن عملنا جردات على كل فواتير اللي بدها دعم، لحتى بس نشوف شو في عندنا بالستوكات، لحتى اذا نزلنا على الستوك نقدر نميز بين المدعوم والمش مدعوم. بالمقابل بلشنا ب 32، خليني اقول انه اليوم نحن مش كل يوم عم نطلع على الاعلام، نحن صرنا اسبوعين عم نعمل زيارات لكل المستودعات، واللي عم نلاقي عندهم في شيء منه مزبوط عم نروح لعنده. اليوم قصه المداهمه ومؤازره الاعلام هي كثير مهمه للراي العام، ليش؟ لانه بس يكون في ارتكاب، هذا الارتكاب هو يمس صحه كل لبناني وهي راي عام، لازم تتحول كل قضيه لراي عام لحتى انا بقوله بصراحه ما تتلفلف الامور. انا اللي شفته انه نحن عندنا ستوك من المستلزمات والمغروسات والمواد الضروريه لغسيل الكلى ولغيرها من الامراض موجوده، كانه عم نحكي عن ستنت يعني ريسور او ميل او غيره، كل المستلزمات موجوده بكميات كبيره. وانا قلت انه شوفوا بالكوريدورات شو عندنا، بالكوريدور معبى ستوكات ومستلزمات، يوحي هذا المشهد وكأنه في إشارة لبعض المستوردين أنه تفضلوا خزنه لأنه يمكن ينشال الدعم. طيب شو رح ينعمل؟ شو رح ينعمل؟ هون إزاء هذا الوضع، إزاء هذا الوضع شو عملته؟ كيف تصرفته؟ طيب نحن بموضوع أول شيء اللي كان أكثر شيء صرخ عليه، هلا برجع للدواء، موضوع غسيل الكلى. مجرد ما نحن 3:30 كنا عم نداهم، الساعة 5 إنه خلاص مش الحال، وهلا بعد عنا قصة الدواء، إنه هول الموجودات موجودين، المستلزمات موجودة. رحنا كمان كانت مفاجأة، وهي خليني أقول كمان حقيقة، وهي مش بالصدفة ولكن هي بعد التدقيق بينت معنا. كمان هذا الارتكاب الفاحش بالتسعير الغير مبرر هو غش، هو احتكار، هو قلة أخلاق، قلة ضمير. ما حدا في يقول هون أنه والله في برايسينج، والله نحن عملنا بلبنان هي تجارة مشروعة وقد ما بدي بسعر. هي كمان قصة تانية فتحت لنا على باب تاني، أنه كمان قديش الإنسان بلبنان مرتهن لهالمافيات اللي ما عنده طيب أي رادع هون دكتور، ومش خايفين طيب ومش فرقاني معهم رغم أنه بيّنوا أنه نعم. دكتور سؤال هوني، بس بدي لو سمحت أنه بدي منك إجابات سريعة حتى لحق أسأل كل الأشياء اللي عندي بموضوع طبعا. الأسعار سمعنا طبعا. من نقابة المستوردين أنه اندعوا منذ أشهر إلى لجنة لوضع آلية لتسعير المستلزمات، اجتمعت هاللجنة مرتين وصار في أفكار، لكن توقف عمل هذه اللجنة ولم يصدر أي قرار، ليش؟ يعني وين هاللجنة؟ شو عاد صار فيها؟ نحن كوزارة صحة ما وقفنا اجتماعات، صار في كلاش نحن وياهن. إذا بتذكر من شهرين ثلاثة سيد جورج، وكنت يمكن معك على الحلقة وقت نقابة المستلزمات، وطلعت وقال أنه هن بدهم يشتغلوا كل شيء على العتمة، بدهم كل الارتكاب اللي بالأسعار والتجاوزات والكومبينات اللي أنا عم بحكي الأمور بصراحة، كل الكومبينات المشكلة والاتفاقيات. مثلا مبارحة أنه نفسه هو الآيتم
مسعر ثلاث أسعار، كل سعر مختلف من مستشفى لمستشفى. بسألوا للوكيل، طيب يا حبيبي أنت فهمت أنا أنه هيد حقه 27 ومفوتره ب 500، بس اشرح لي ليش هيد 490 وليش هيد 515؟ بيقول لي أنا بسعر مثل ما بتطلب مني المستشفى. إذا طيب أنتم ما بتطلعوا، لحظة، أنتم ما بتطلعوا استراتيجية وزارة الصحة دكتور، وزارة الصحة ما بتطلع على فواتير الاستيراد، ما بتطلع على فواتير المستشفيات، يعني وين، يعني ما هيدي بدها رقابة، وين دور وزارة الاقتصاد كمان بهذا الأمر؟ يعني صح، هون هون مسؤولية تشاركية. مبدئيا لجنة التسعير المستلزمات هي لجنة بالضمان الاجتماعي وفي عنا مندوب إلها، واليوم هيدا اللي عم بقول انه فتحت لنا باب لحتى نروح نفتح عيوننا على اشياء كثير مهمه، خاصه وقت عم نرتب اولوياتنا. لقيت انه انا اذا نفسه هيدا الايتم هون علي ب 3 دولار وبينباع ب 20 دولار وهون 3 دولار وبينباع ب 112 دولار، اكيد انا رح ادعم، يعني انا حطيت استراتيجيه الدعم لمين بدي ادعم. اما اعاده النظر، يعني خليني اقوله بصراحه انه هي المستلزمات والمغروسات مسعره يمكن من 10 سنين من 15 سنه ومش معمل لها ابديت. الاسعار رخصت، كان في مواصفات معينه، كان في دول مصنعه معينه، صار في لها شيء رديف بالسوق، ما بدي اقول مجهول المصدر، ولكن خليني اقول مش بالمصدر المعتمد كان من 10 سنوات. بس هيدي في جوده بعدها ماشي الاسعار مثل ما هي على زمن القديم. في جوده الموضوع، يعني مثلا على سبيل المثال بيقولوا لك انه الجوده مكفوله استاذ، في براغي مثلا، البرغي اللي بيستعملوه للعمليات الجراحيه اذا في كسر معين او الى اخره، بيقولوا لك انه في برغي قد يكون ب 4 دولار وفي برغي ممكن يكون ب 50 دولار، بس هداك تبع ال 50 دولار بيقولوا لك مكفول ومعودين عليه، بينما تبع ال 4 دولار مش معروف مصدره من وين بالضبط، وممكن يكون عرضه لانه ينتلق، انه يكون صح. عرضه للعطل، انه يصير في اعطال، فمن هون التفاوت بالاسعار. يعني في استاذ جورج، انا فيي اقول شغلي وقتها عن اللجنه، وانا من 15 او من 20 سنه مش موجود، بس خليني اقول انه بعد ما اتبعت ودققت بهاليومين تبين انه الدوله اللبنانيه اعتمدت افضل جوده واحسن سعر للمستورد، اعطى احلى جوده للمواطن اللبناني وافضل سعر للمستورد. ما انعمل نيغوشيشن او انه كان الشركات اللي كانت تستورد هالايتمز كانوا او الديفايسز كانوا محدودين، ولكن وقتها بصير انه انت بتستورد، هو سي اي مارك وهو اخذ اف دي اي، بس هو من مصدر مختلف، هذا اكيد بياثر على السعر من دوله مرجعيه او دوله غير مرجعيه. حتى المواطن ما يخاف، المواد اللي موجوده هي فيها سي اي وفيها اف دي اي وكل الدوكيومنتس اللي مطلوبين موجودين، ولكن مصدر الواحد مثل ما تفضل. بس انا بحب اقول للمواطن انه ما تنغش وما تسمع حدا اللي بيقول لك انه هير الصور بتحطه اذا تبعوه للوزاره بيصدي واذا دفعت حقه 2000 دولار ما بيصدي، والدليل هذا البرغي اللي حقه 4 دولار وعم بيباع 112، هو ذاته ال 50 بيباع 112 وهو ذاته ال 80 بيباع 112، مثل ما عم تفضل الاستاذ جورج، يعني هامش الربح هو كثير كبير. اما اذا رحت على 3.88 واضح انه هذا غش، هذا منافي لكل القوانين. طيب ما في هون ما بدي فوت بتفاصيل كثير واسعه، حمايه المستهلك لازم كلها تضبط الامور. دكتور كيف ممكن ينطلب من الشركات انه تبيع على سعر الدعم بضائع معينه ما دفع المصرف المركزي بعد، بالوقت اللي في فرق العمله 1000% عم بيكون؟ انا اللي شفته بالمستودعات بالاول هو كميه من المستلزمات اللي بتكفي شهرين او ثلاثة اشهر من اللي مشمولة بالدعم قبل 7 ايار. هي عم بحكي عن المستلزمات، عم بترك موضوع الدواء للمحور الثاني. اذا نحن اليوم عم نقول لهم لاصحاب الشركات نقابة المستلزمات الطبية، نحن معكم بس انتم هي الفترة بالذات بدها مقاربة مختلفة، بس انا بدك تحط لي
اسس تسعير رح اعمل لهم بهذا الاسبوع اسس تسعير نافذه، وبتعرف سلطه وزاره الصحه سلطه نافذه، سلطه تنفيذيه، يعني ما بيعجبوا قانون التسعير اللي حيكون عادل او مش قانون هو اللي حيكون سياسه تسعير قريبه لتسعير الدواء، في ما امضي له انا على ملفات الاستيراد. طيب هي مشموله وبالتالي دكتور انا بحط صيغه لفي اللجنه اللي اجتمعت لح تستمر، هي مشموله بالجزء الاول وبالتالي المستلزمات قبضوا يا استاذ جورج، مش يعني مدفوعه، يعني عم بيقولوا دكتور خلي المواطن يعرف. اي عم بيقولوا مشموله 2020 قبضوهم كلهم، قبضوهم كلهم 2020. اها 2020 قبضوهم كلهم. نعم طيب. 2020 قبضوهم، 2021 مشمولين بالدعم، وعندك الجزء اللي اجى بعد 7 ايار، هذا اللي نحن عم نركض مشانهم وعم ندقق مشان نرفع لهم اياهم. بس بحب اقول انا اوضح شغله كمان مهمه استاذ جورج للمواطن ليعرف، وسالتني حضرتك كيف بينت الارقام. انا وقتها بلشنا نحن اخذنا نحن مسؤوليه التدقيق وترتيب الاولويات كوزاره الصحه، طلعت تعميمين، تعميم اول انه اي شركه بدي انا ارفع لها فواتيرها على مصرف لبنان لازم هي تقدم تعهد ببيع السعر المدعوم وقت توصل للبضاعه، هي واحد. اثنين فاجئتهم انه قلت لهم بدي منكم فواتير المنباعة فيها للمستشفيات بالسعر المدعوم، جابوا لي الفواتير وهونيك بينت المصيبه. نعم. لانه عم نقارن هاي الاصناف وبسعر اللي بدي ابعته على المصرف وبالسعر، لانه بدي اختمها، بدي اكون مسؤول عن اللي بدي اختمه. نعم. وعلى السعر اللي هن بيعينه بينت الفضايح. دكتور مش بس هون، مش بس هون، النقطه الاهم انه انت بيع اليوم، لا استاذ جورج كثير مهم انه انت اليوم ايصالاتهم بالدولار، وهن مش مزبوط، مش عم بيقولوا للمواطن انه انا، هن عم بيقولوا نحن على سعر صرف السوق، هن استنسابيا مستشفى بيبيعوها 85 15، مستشفى 70 60 30، مستشفى 60 40، مستشفى 50 50، بيبيعوا شيء على اللبناني شيء على الدولار، يعني بس انا بدي اقول لك هن اضعف من انهم يواجهونا بالحقائق. نحن عندنا كل الملفات، ونحن هذا الملف ما بقى ينترك، نحط على السكه، هي الجمعه السياسي رح تعتمد، من الاسبوع الجاي كلام اخر، هذا عمره 30 سنه فساد، هن اضعف، هي عنوان كارتلات المال ومافيات المال، اضعف من انه تواجه الاراده الصلبه والنيه الحكيمه والاستراتيجيه والسياسه السليمه للمقاربه الصحيه، بده المريض يكون عم توصله، ما بدي شركة حدا، لا بدي شريك يكون الطبيب ولا المستشفى ولا شركه المستلزمات، بدي انا اكون مسؤول عن هذا الملف، وهذا صلاحيتي ومسؤوليتي، وهذا الموضوع عم بوعد وان شاء الله رح نوفي فيه. طيب على كل حال يعني نحن بانتظار شو ينتج عن موضوع إعادة النظر بسياسة التسعير، عن موضوع إعادة النظر بكل هذه الأمور. بدي أنتقل لموضوع آخر، صار في اجتماع طارئ بوزارة الدفاع، عادته نائبة رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع والخارجية السيدة زينة عكر. اليوم الأستاذ وليد جملاط بيقول لك أنه أنت عم بتقوم بما تستطيع فعله، ولكن نتمنى على حكومة تصريف الأعمال وقف هذا العبث بصحة الناس بانتظار حكومة الإصلاح أو ما شابه. يعني عم بقول أنه هيدا عمل حكومة، يعني عال أنت كتر خيرك، بس هيدا عمل حكومة لازم يكون. الاجتماع يلي عقد، الاجتماع الطارئ اللي عقد بوزارة الدفاع، وكان فيه ممثل عن وزارة الصحة، تقرر فيه عدة خطوات كيف رح تتابع. يعني صار في موضوع عقد اجتماعات متتالية للجهات الضامنة، دراسة اقتراح تعديل التعريفات الاستشفائية والطبية، دراسة التعديل الذي سيشمل التعريفات الجديدة وتأمين التمويل اللازم لتغطية الزيادات. شو رح بيصير بهذه الأمور؟ هل سيتم متابعة هذا الأمر وهذا البحث؟ يعني الاجتماع اللي عقدته معالي الوزير عكر ومع كل الجهات الضامنة الرسمية، اجتماع حقيقة كمان بعتقد هذا السادس أو السابع، كمان هو متابع، ونحن كوزارة رح نلامس كل هاي المواضيع المهمة اللي بتهم صحة المواطن. بس خليني أقول انه بالاول بدي اتشكر الاستاذ وليد جنبلاط على الاشاده، وانه بقول له انه هذا واجبنا ومسؤوليتنا، بس خطه ترشيد الدعم وتطبيقها مضبوط هو قرار حكومي وليس قرار وزاري.
وموضوع الدعم او رفع الدعم هذيك صار بده قانون. ولكن بهي المرحله كثير مهم انه كل اللي بدنا نقعد نحن على الطاوله، كل اللي بدهم يناقشوا ويقاربوا المواضيع بدها يناقشوا من منطلق مسؤول، ما بدهم ينسوا شوي الماضي، بدهم يشيلوا قصه العنوان منه مادي بحت، العنوان منه هو ربح وخساره، نحن بازمه وطنيه، القضاء بده يتحمل مسؤوليته، النيابات العامه لازم تاخذ اجراءاتها مثلا بالمواضيع اللي فتحناها، وبتامل انه نوصل نحن لاجراءات لامسه وسريعه ومعلنه للجمهور لحتى كمان اللي عم يرتكبوا انه يكونوا اكيدين انه نحن لن نتهاون بهذا الموضوع. نحن بالنسبه للمستشفيات، تسعيره المستشفيات عندنا سياسه كمان وعندنا افكار، يعني اليوم المستشفيات بس تطلب رقم عالي او الكا او الال المختبرات الطبيه اللي عم بيطالبوها، ما بقدر انا، في شيء بده قوانين، في شيء بده ينأخذ من منطلق قديش نحن، هل تغير على المواطن الحد الادنى للاجور؟ وقت اللي انا بدي اقترح اي اقتراح بدي اشوف بدي احط هالسيناريو وحطه على الطاوله وشوف قديش قابليه تنفيذه وشو بده ينعمل، هيدا مين صحة المواطن، مين لازم يعمله؟ مش على المظاهرات وعلى الشارع، مين لازم يعمله؟ مين لازم يعمله؟ الوزاره، الحكومه، مثلا النواب، لجنه الصحه النيابيه؟ هيد نحن وزاره الصحه حقيقة، نحن ولجنة الصحة النيابية معنيين بالمباشر، بدنا نقعد مع كل قطاع بقطاعه، لأنه بتعرف أستاذ جورج شو بعدكم ناطرين؟ ليش بعد ما قعدتوا دكتور، شو بعدكم ناطرين؟ ليش بعد ما قعدتوا؟ يعني في مستشفيات عم ترفض بطاقات التأمين، في مرضى ما عندهم مبلغ كاش يقدروا يدفعوا فرق الضمان أو فرق التأمين، في ناس ما عم بتلاقي دواء، في أطباء عم بيطلقوا صرخة انه يا منظمة الصحة العالمية تعي انجدينا، انه يعني تعوا شوفوا يعني القطاع الصحي عم بينهار. طيب انا لبلش انه مش كل شيء، يعني ما بدي ارجع انا لانه بكل نقطة او كل فاصلة بالموضوع الصحي بدك ترجع لإعلان حاكم المصرف. وقت نحن منزور حاكم المصرف، انت بدلي استاذ جورج بتروح عند حاكم المصرف، بتقعد انت وياه والدكتور عاصم عراجي سعادته رئيس لجنه الصحه النيابيه، وبعد معنا الاستاذ ندور ومستشاري الصيدلي، وما بيجيب سيره ترشيد او رفع دعم، بس بيقول لك انه انا ملتزم معك بال100 مليون، انت بال100 مليون دولار شهريا انت حاطط سياسه معينه. مشان هيك وقتها نحن عم نقول له اذا في تغيير او نيه تغيير لازم ينقلنا، نحن متعاونين، نحن جماعة فليكسبل، نقدر قديش في عنه ضغوطات، ولكن لازم يكون اليوم الصراحة والشفافية مع المسؤولين عن أي قطاع هي أهم نقطة لتنطلق، يعني ما عم بيكون شفاف، ما عم بيكون شفاف على وصريح معكم حاكم مصرف لبنان. للأسف أنه لا، يعني لا بالمباشر ولا بغير المباشر بتوصلك استراتيجية واضحة، بقول أنه أنا هلأ لا ما بقى في عندي شيء ادعمه، ثاني يوم لا اعملوا اولويات، ثالث يوم بلشنا ندعم. انا بتمنى هيد التعاميم المتضاربه عملت زعزعه بالقطاع الدوائي لنفترض، وخلت الكل مثل ما قلت المستورد يخزن، المستودع يخبي، الصيدلي يخبي، المواطنين يركضوا على الصيدليات وياخذوا من الدواء اللي بياخذوه لست اشهر او لسنه. مشان هيك انه اول شيء لحتى انا احط اي استراتيجيه صحيه او استشفائيه او دوائيه او بالمستلزمات بدي انطلق انا من قديش انت معك بجيبتك اليوم ببيتك بدك تصرف بالشهر، قديش انت مأونن حالك على 5 مليون على 3 مليون قديش بدك تصرف باليوم. طب مين يعني، طب كيف ممكن تقدروا تحصلوا على جواب واضح؟ كيف بدكم تحصلوا على جواب واضح؟ يعني صار لكم أشهر عم بتدوروا بحلقة مفرغة، مين يعني مين لازم يحصل على جواب واضح؟ كيف؟ شو الطريقة؟ يعني أنا برأيي بآخر أسبوع المنصرم
بعد ما عملت جولة على رؤساء السلاسة ودولة الرئيس بري، كلف نائب الحاكم الدكتور وسيم منصوري في إن شاء الله اجتماع قريب، يعني نهار ثلاثة أو أربعة، وبيكون عندنا جواب واضح بهذا السياق، منه تنطلق الأمور. ولكن أنا بالتوازي وبالاتفاق مع لجنة الصحة النيابية، موضوع المستلزمات بلش يندرس ولح ينتهي بهذا الأسبوع، موضوع المستشفيات والتعرفة المستشفيات هذا موضوع تاني، كمان بدنا نرتب أولويات. يعني مثلا خطوة اللي قام فيها الضمان خطوة مسؤولة، أنه في عدد محدد لازم نحن في أولوية، في عنا حالات معينة مستقبلها، في حالات معينة لازم تروح على مراكز الرعاية الصحية الأولية، في أشياء لازم تنعمل بطوارئ المستشفيات وما يفوت مستشفى المريض، تخفيض الفاتورة الاستشفائية والدوائية. من خلالها بتجي أنا كمان بالمقابل رسالت دولة الرئيس، لأنه على بقانون الموازنة أو بالموازنة هلا على 2022 نحن مقترحين، عفوا 2021 نحن سقف الاستشفاء 475 مليار، أنا طلبت بدوبل، يعني طلبت أنه ال 475 يصيروا 950، ولكن هل اللي بيعطوني 950 كمان كمان ناطر دكتور 750 مليار. بختام هذه الإطلالة بختام هذه الإطلالة الليلة بدي منك تتوجه للمواطن اللبناني يلي اليوم عم بيعاني وعم بيتألم وخايف، خايف إذا اعتاز دواء ما يلاقي دواء لإله أو لأولاده، خايف إذا اعتاز هو أو عائلته مستشفى ما يقدر يفوت، خايف إذا اعتاز يعمل عملية ما يقدر مستشفى تستقبله. اليوم شو بتقول لهالمواطن بجملتين مختصرتين؟ أنا بدي أقول للمواطنين اللبنانيين الأعزاء، بدنا نتحمل كلنا مسؤولية المرحلة. الموضوع يعني على المحك، ولكن بعده الحقيقة تحت السيطرة. بدي أطلب المواطن اللبناني المخزن دواء، هيك لح أمشي بالعكس، المخزن دواء بدي أقول له تصرف بالدواء اللي عندك، حتى لو نحن حررنا دواء من المستودعات خلي الدور لغيرك. بدي أقول له للصيدلي انه كمان اعمال معروف، زبوناتك بتعرفهم وهو ناسك واهلك، الدواء رح يضلوا مدعوم، وبالتالي تخزينه عم بيزيد الطين بله. بدي روح للمستودع وقول له تخزن بعض الأدوية عندكم واضطريتوا تنزلوها من جمعة أو جمعتين وتاريخ انتهاء قريب بأيلول أو بتشرين، لأنه كنتم مخزنينها ظنا منكم أنه لح ينرفع الدعم عن الدواء. بدي روح للمستودعات ومثل ما قلت لهم للشركات المستوردين أنه أنتم 30 و40 سنة استثمرتوا وربحتوا، مظبوط هاي الفترة هي عصيبة عليكم، ولكن إذا حررت من مخزونك 10% اللي موجود هلأ بستوكاتك وأنقذت فيها أرواح، بتكون أنت فرجيت على أنه أنت قديش أنت مسؤول بالاستثمار، ولكن كمان بحماية أرواح الناس. بدي أقول للمواطن أنه مستشفياتنا الحكومية مؤهلة، المستشفيات الخاصة كنتوا معانا وبالجائحة قومنا سوا ولازم تضلكم هلأ معانا. ما بقول للمختبرات أنه أنا اليوم أنت فيك ترفع السعر مثل ما بدك، في قانون تسعير، ما فيك تضرب ال 250 ألف تصير ب 500، مش لح اسمح. في عندي صحة مواطن وحياة مواطن وروح مواطن أنا مسؤول عنها. الموضوع صعب، ولكن أنا برأيي بوجود قضاء، بوجود مرجعيات سياسية مختلفة، المستوى الرئاسات الثلاثة، مجلس النواب، الكل بده يتكاتف، لأنه حماية المواطن وصحته مثل ما الكل بيصرح هو خط أحمر، نحن مش لح نقلو جهدا ولا نترك وسيلة إلا ما نضلنا نرفع الصوت ونمارس ونواجه. قلنا هاي الكلمة شرف مواجهة كل العابسين بصحة المواطن، لح نوقف بالمرصاد ولح نحمي مواطننا. شكرا لك دكتور حمد حسن وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال على هذه الإطلالة، وبانتظار الويكند المقبل ماراثون جديد من التلقيح للمواطنين. أهلا وسهلا فيك وشكرا لك.